هل العمرة عن الغير لابد أن يكون الإنسان ميتا؟ يعني لو زول حي ممكن أعمر عنه، ولا لازم يكون ميت حتى نعتبر عنه؟ يشترط في النيابة في الحج والعمرة أن يكون الشخص واحد من حالتين، إما أن يكون ميتا، نعم، وإما أن يكون عاجزا عن الحج والعمرة، مقعد عاجز لا يستطيع أداء الحج والعمرة. أما إن كان قادرا فلا تصح النيابة عنه. نعم. يعني إنسان حي وصحيح وكان يحج لا تجوز النيابة في الحج والعمرة، لا بد أن يكون إما عاجزا لا يستطيع، وإما انتقل إلى ربه جل وعلا. لي أخ مثلا صديق وحبيب بالنسبة لي، مشيت العمرة واعتمرت لنفسي وقلت يا أخي باب المحبة أنا أعتمر له ربنا يديه ما أجر. تدعو له تكسر له دعاء صالح، لكن لا أفرد وتعينه على مبلغ العمرة الله وتشاركه في الأجر. أما النيابة فلا. نعم. أكرمك الله شيخ الكريم.